الشرط اللي ياكل عندي لفة أكيد راح يرجع لي مرة ثانية. وعندي جميع الأكلات، لحم، دجاج، معلاق، زنجر، برجر، ريزو، جميع الأكلات متوفرة عندي، فول، وعندي إن شاء الله عن قريب راح تكون عندي خلطات فلافل تقريباً ما يقارب 10 نوعيات، فإن شاء الله توصيل مجاني لجميع أنحاء الموصل، وفلافل جميع الأطعام. الطريقة، طريقة الفلافل وطعم الفلافل من أبويا الله يرحمه، فهو من زمان بهاي مثل ما نقول الخلطة، فأنا أخذت الخلطة من الوالد. فكرة مال المشروع هي أني كنت قبل صباغ، بعدين والدي فتح مطعم بالمعارض، ووراها رجعت أني استلمت هاي الفكرة من الوالد، وهاي الخلطة مع الوالد أباً عن جد أني بالفلافل، وهاي الخلطة يعني صار لأكثر ما يقارب من 15 سنة نفس الخلطة، وعندي جميع خلطات، يعني عندي ما يقارب 10 خلطات إن شاء الله راح تنزل عن قريب إلى جميع أنحاء الموصل توصيل مجاني، وراح تكون خلطات متنوعة. أوقات المطعم يفتح من 7 صباحاً إلى 12 ليلاً.